وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد اليامي، الكاتب في صحيفة الحياة. أستاذ محمد، أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا، مساء الخير. أستاذ محمد، كيف ترى أهمية جولة خادم الحرمين الشريفين الآسيوية وأيضا انعكاسها على المملكة والدول التي سيزورها الملك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للإضافة، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أنه يعني خادم الحرمين الشريفين يثبت بعد يوما بعد يوم يعني بعد نظره في تنويع قاعدة العلاقات السعودية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي، وكما أطلق المراقبون والمحللون الدوليين على جولته الآسيوية الاتجاه شرقا، فهو اتجه شرقا بعد أن اتجه في كل اتجاهات الكرة الأرضية، لأنه في المقارنة لما نشوف أسواق العالم كلها لا زالت الأسواق الآسيوية من أفضل الأسواق نموا، وإن كان هناك تباطؤ في النمو على مستوى جميع أنحاء العالم، ولكن لا زالت الدول الآسيوية فرص النمو فيها جيدة، وهي حققت نجاحات في العقدين الماضيين واكبت أو حتى ناهزت مستويات معدلات النمو في الغرب أو في الاقتصادات الغربية. أيضا الاقتصادات الآسيوية وهذه النقطة مهمة دخلت في مجالات كانت حكرا على الاقتصاد الأوروبي والأمريكي، خاصة في مجالات التقنية والصناعات العسكرية. نعم. والصناعات اللوجستيك، الخدمات اللوجستية، فكل هذا يعني يثبت، وهذه الاتفاقات اللي رأيناها في مقدمة اتفاقية شركة أرامكو مع شركة بتروناس قبل يومين في ماليزيا تثبت أن هناك يعني اتجاه، ليس اتجاه ولكن خطوات تنفيذية لتنفيذ الرؤية السعودية. نعم. وتنويع مصادر الدخل وتنويع استثمارات المملكة العربية السعودية والدخول في شراكات مع الناجحين. نحن من الاقتصادات الناجحة كوننا من أكبر 20 اقتصاد عالمي، وندخل شراكات مع أيضا مع شركات ودول ناجحة لتنمية استثماراتنا في المستقبل. نعم، هذه النقطة تحديدا أستاذ محمد، الجولة التي بدأت بزيارة إلى ماليزيا، كيف ترى هذه الجولة وما اشتملت عليه من اتفاقيات؟ والله نراها بعين يعني التفاؤل وجلب الخير إن شاء الله للبلد. خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحفظه كانت رسالته واضحة، أنه سنعمل على تقوية اقتصادنا بتقليص الاعتماد على النفط وتنويع استثماراتنا وإشراك القطاع الخاص والدخول في شراكات إقليمية وعالمية. الآن هو في الخطوات التنفيذية، وهي ليست الأولى أو الثانية أو الثالثة، هو استمرار لمسيرة التواصل. لا ننسى أن هناك بعض القادة وبعض الرؤساء ووفودهم اتجاه شركاتهم زاروا المملكة العربية السعودية ونفذت بعض الاتفاقيات هنا. الآن هو يجول في بعض الدول ويحقق زيارات تاريخية للمرة الأولى في بعض الدول. هذه القاعدة من الاستثمارات ستتيح فرص كبيرة للقطاعات الخاصة في المملكة العربية السعودية والدول التي توقع هذه الاتفاقيات، وتتيح مزيدا من الاستقرار الاقتصادي السعودي الذي يعني شابه بعض التباطؤ. نعم. نتيجة لتباطؤ أسعار النفط ونتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية. نعم. أستاذ محمد، اليوم بدأ خادم الحرمين الشريفين زيارته لإندونيسيا، وتعد الصناعات العسكرية من أبرز ما تتميز به إندونيسيا، كيف يمكن الاستفادة من هذا الجانب في رؤية 2030 والتي تركز على توطين الصناعات العسكرية؟ لو عدنا إلى الوراء قليلا بضعة أشهر لانتبهنا أنه خادم الحرمين الشريفين أولى اهتماما خاصا بمؤسسة المؤسسة السعودية للتصنيع الحربي، وهناك اتجاه لتحويلها ليس فقط إلى مركز لإمداد بعض قطاعات الجيش السعودي ببعض المعدات التي تصنعها ونجحت في تصنيعها، ولكن لجعلها إحدى مراكز الاستثمار، بمعنى أنه قد نرانا أنفسنا في المستقبل نصدر السلاح بدلا من استيراده. فهذا تحديدا هذه الخطوة وهذه الاتفاقية مع إندونيسيا تكرس هذا الاتجاه. دول العالم الثالث ودول الآسيوية اعتمدت لفترة طويلة على استيراد الأسلحة من الغرب أو الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. الآن دخول إندونيسيا كدولة جارة صديقة مسلمة تشكل قوة وثقل كبير في العالم الإسلامي في هذا المجال، وبدعم المملكة العربية السعودية وبتعاون باستثمارات مشتركة، أنا أعتقد أنه سيصب في تقوية الجانب العالم الإسلامي في هذا القطاع، وقد نصبح في المستقبل أحد مصدري الأسلحة للدول، مع تمنياتنا بالسلام لكن مصدر الأسلحة للناس اللي يدافعوا عن أنفسهم. نعم، بشكل عام ما هي أبرز القطاعات التي سيزيد فيها البلدين التعاون الاستثماري والتجاري؟ والله أنا أعتقد أنه الأندونيسيا هي من إحدى النمور الآسيوية السبع اللي حققت نجاحات في التقنيات العالية، ونحن بحاجة إلى هذا المجال، وحتى يعني اتفاقية في القطاع العسكري في القطاع هذا أعتقد أنها ستصب في مجال التقنيات الخاصة. المملكة العربية السعودية لها تجربة
ناجح عبر شركة الإلكترونيات المتقدمة، صنعت بعض أجهزة طائرات F-16 وصنعت بعض الإلكترونيات المتقدمة وأصبحت تزود في هذه الطائرات. قد بعض التفاصيل ليست متاحة لنا وليست متاحة حتى للرأي العام، لأنها تدخل في تفاصيل خاصة بالبلدين وبجيشي البلدين وقطاعاتهم العسكرية. لكن أنا أعتقد أن هذه خطوة نوعية، لأنه قد يكون الاستثمار ليس سهلا وقد يكون طويل المدى، لكنه نوعي من الطراز الأول. لأنه من السهل أن تستثمر في قطاع جاهز مثلا قطاع السياحة أو قطاع العقار أو قطاع الصناعات الخفيفة أو الصناعات التحويلية، لكن قطاع مثل هذا يعتمد على التقنية ويعتمد على هذا، وفي منافسة شرسة وفي منافسة استخباراتية وفي تخوف حتى من بعض المنظمات الدولية. ولهذا أعتقد أنه هذه خطوة نوعية غير مسبوقة. نعم، حتى أختم الحديث معك أستاذ محمد، ما الذي ستضيفه أندونيسيا كدولة في توجه المملكة الاستراتيجي ناحية الدول الآسيوية؟ أندونيسيا من الدول اللي تتمتع بكثافة سكانية عالية، هي تقريبا من أكثر الدول الإسلامية سكانا، وهذا يعني بلغة الاقتصاد أنها سوق استهلاكي من الطراز الأول. فإذا حدث بعد التعارف تم تصدير بعض المنتجات السعودية سواء كانت نفطية أو 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 كيماويات أو من الصناعات السعودية، فهذه الجولة أو هذه الاتفاق سوق كبير للمنتجات السعودية وللخدمات السعودية. وإذا ربطنا الأمر بما وقعته شركة أرامكو مع شركة بتروناس في ماليزيا، حتصبح مركز آسيوي كبير لتصدير مشتقات البترول في هذه المصفاة الضخمة العملاقة. ستكون أندونيسيا أقرب سوق لماليزيا، ستكون من أولى الأسواق التي تستورد وتستهلك منتجات هذه المصفاة. نعم، أستاذ محمد اليامي ضيفنا هاتفيا الكاتب في صحيفة الحياة، شكرا جزيلا لك.